إذا مساء الخير متتبعي قناة شوف تيفي من خلال هذا المباشر، حنا نتواجد الآن مع الأستاذ مروان الرغيوي محامي بهيئة مراكش، وهو يعني الطرف الدفاع نيبا. تحدثنا أستاذ بخصوص الناس يعني المتتبعين بيفهموا شنو علاقة نيبا بملف حمزة موبيبي وسيمو ظاهر وكلامور وعدنان الساكن. إذن أولا شكرا على القناة شوف تيفي على هذه الاستضافة الطيبة. بخصوص موكيلي المسمى أو المدعو نور الدين الغراب، فهو كما باقي المشتكين الذين نصبوا أنفسهم طرفا مدنيا في هذه القضية، فهو كذلك ضاحية لحساب حمزة مومبيبي على مجموعة من الاعتبارات. أولا أحد المتهمين الذين تمت إدانتهم البارحة بسنتين حبسا نافذا كان شريكا له في إحدى القنوات على موقع اليوتيوب، وبعد انفصالهم وتأسيس ممكن لقناة تخصه هو وحده، بدأ هذا الحساب بالتهجم على موكل هنا. وكما بسطنا ذلك أمام المحكمة البارحة في إطار مرافعتنا عنه، فهذه المسألة هذه تعتبر قرينة قوية ودليلا على أن الشخص المدان البارحة في ملف حمزة مومبيبي هو كان بشكل من الأشكال وراء هذا الهجوم. كذلك فهذا الشخص بحد ذاته في الصفحة ديالو الخاصة على موقع الفيسبوك قام بوضع مجموعة من التدوينات المسيئة، ولو أنها كانت مبهمة ولكن يعني الأوصاف والمهن التي تضمنتها تلك المنشورات وعند إسقاطها على شخص موكلي تنطبق عليه يعني انطباقا تاما. على هذا الأساس وعلى أساس أن المادة الجنحية يعني تبنى على أساس يعني نقدر نقول مبدأ تعاضد وتساند الأدلة، فيعني هذه الكثرة ديال القرائن جاءت يعني ضد ذلك الشخص وأسست أظن قناعة القاضي في يعني الحكم لمؤازري بتعويض قدره 50,000 درهم جبرا للضرر الذي تكبده جراء هذه المنشورات. نعم، شنو هو القائم بالضبط استاذ اذا كان ممكن انت باش نوضحوا للمتتبعين قناه شوف تيفي يعني يعني الضرر، خطوره الضرر بالنسبه للموكل ديالك؟ بالنسبه للقرائن هو مجموعه من المنشورات المسيئه التي بدات تظهر في الاول على حساب حمزه مومبيل، والتي تعرضت لموكلي السيد نور الدين الغرابي وكذلك لزوجته وكذلك لابنته على هذا الحساب، ويعني تضمنت مجموعة من عبارات السب والشتم والقذف والمس بعرضه وعرض عائلته وشرفه. على هذا الأساس وكما يعني بينت لكم قبل قليل، فهذه القرائن يعني كانت أدلة وحجج قوية على تورط أحد المتابعين أو المدانين البارحة بكونه وراء هذه الإساءات التي طالت موكلي. كذلك أتلينا السيد رئيس الجلسة أو المحكمة المقرة مجموعة من المنشورات، وكذلك تضمنها الملف الأساسي الذي كان معروضا لدى السيد قاضي التحقيق، مجموعة من المنشورات الصادرة عن هذا الحساب والتي تضمنت هذه الإساءات في حق موكلي. نعم أستاذ، في نظركم واش هذه الأحكام كافية ورادعة لهذا المتابعين في هذا الملف؟ اولا اللي نقدر نقول لكم هو اننا كمطالبين بالحق المدني نحرك الدعوى المدنيه التابعه اي المتعلقه بالتعويض ولا نحرك الدعوى العموميه، ولكن في نظري الشخصي اظن بان هذه الاحكام جاءت رادعه، فسنتين اظنها عقوبه قاسيه لان حرمان شخص من حريته لمدة سنتين ليس بالأمر الهين. كذلك هذه السنتين تدخل في إطار
السلطات القاضي الجوري الذي يتمتع بسلطات يعني واسعة، لأن القاضي في الميدان الجنائي يتوفر على سلطات خارقة وواسعة كما قلت، على اعتبار أن له الحق في مبدأ تفريد العقاب، على اعتبار أن القاضي ولو كان يعني محاصرا ما بين حد أدنى وحد أقصى للعقوبة، فكذلك له الحق أن يعني يراعي الظروف الاجتماعية والشخصية والنفسية للمتهم، والحكم عليه بعقوبة يراها مناسبة تحقيقا للرد، لأن أولا وأخيرا العقاب ليس هو الحل بل هو الردع، وإعطاء يعني المثال ويعني إيقاف مثل هذه التصرفات عبر هذه العقوبات. نعم أستاذ، في نظركم ملف ديال دنيا بطمان اللي شغل الناس وملأ الدنيا، يعني في نظركم هذه المتابعة ديال دنيا بطمان أمام قاضي التحقيق، يعني الإجراءات واش هي غادية في المجرى ديالها، ولا أنه يعني الناس يتسألوا يعني الطريقة ديال التعامل المحكمة معها كيفاش جاتكم، يعني أنتم في نظركم القانوني؟ نعم، أولا عندما كنتحدث على دنيا بطمة نتحدث عن فنانة معروفة، وطريقة معاملة المحكمة أظنها أنها طريقة عادية، فيعني أنا لا أنوب في هذا الملف، ولم يسبق لي الحضور يعني فيه كطرف من الأطراف، ولكن يعني ما لاحظته وما سمعته، فطريقة معاملة دنيا بطمة ك يعني باقي المتهمين المتابعين في الملفات المعروضة على القضاء، وكما قلت فأنا لا أنوب في هذا الملف، لا يمكن التحدث عليه، كذلك هذا الملف لا زال يعني تحت سرية التحقيق، وهو يعني إجراء يجب علينا ليس كمحامين فقط بل كإعلام كذلك أن نحترمه. أظن بأن تمتيعها بالصلاح المؤقت هذه مسألة عادية على لكونها تتوفر على ضمانات كافية للحضور، مبلغ الكفالة كان مبلغا يعني كبيرا، وراعى في ذلك أنها شخصية عمومية وأنها شخصية يعني لها يعني أي ميسورة الحال، لهذا أعتبر بأن ملف دنيا بطمة لا زال ملفا عاديا، لم يعرف يعني أي خروج عن المعتاد في مثل هذه القضايا، وكذلك يعني كمحامون أظن بأننا وأظن هذا هو حال جميع الزملاء بهيئة مراكش، دائما كنا نناضل على يعني المتابعة في حالة صراح، وذلك ما كان لدنيا بطمة، ولا يمكننا إلا أن نحيي يعني السيد قاضي التحقيق على جرأته ويعني عدم تأطره بالمؤثرات الخارجية التي عرفها هذا الملف. نعم، شكرا للأستاذ مروان الرغيوي محامي بهيئة مراكش، شكرا لكم متابعي قناة شفتي من خلال هذا المباشر، تحياتي لكم، بارطاجوا هذا الفيديو مزيان باش الرسالة أو هيئة الدفاع ديال النيابة أنها توصل، تحياتي لكم.